يلتحق بنا الآن عبر الهاتف الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي. سيد أفقهي، أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. إذن سيدي، ما سر شدة تهديدات الصهيونية لإيران في ظل مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني في رأيكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن الكيان الصهيوني هو يناقض نفسه بنفسه، فمن جهة يقول إذا توقفت المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود، فالأمريكي يقول هناك خيار عسكري مع الصهيوني. من جانب آخر النقيض هو أنه يقول الصهيوني وحده إذا توصلت أمريكا مع إيران لحل المشكلة النووية ووقعوا على الاتفاق الجديد، كذلك نحن سنهاجم هذه المنشآت بنفسنا ولوحدنا ونحن نتحمل عبء هذا الهجوم. فلا ندري هم الآن يريدون فشل المفاوضات أم يريدون نجاحها، وهذا يدل على أنه هم حقيقة متوجسون ويتخبطون يمينا وشمالا، يرفعون الصراخ ويريدون أن يوصلوا صدى اعتراضاتهم وتهديداتهم إلى مناخ المفاوضات في فيينا. ومن المؤكد أن ما يدور الآن في فيينا هو مفاوضات جادة، حسب يعني أحد أصدقائي الذي هو عضو في هذا الوفد قال لي لا نستطيع أن نتفائل 100% ولا نيأس ونتشائم 100%. هناك الآن بعد رجوع ممثلي الدول الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى طاولة المفاوضات، بعدما قدمنا لهم الورقتين، الورقة الأولى فيما يتعلق بآلية رفع العقوبات ومقترحاتها، الورقة الثانية تتعلق بالنشاط النووي الإيراني واللغط الذي تطرحه في الحقيقة الدول الأوروبية الثلاث شركاء أمريكا في مجموعة الأربع زائد واحدة. فالآن حقيقة إيران مصرة وواقفة وصامدة أنه تريد استرداد حقوقها، لا تريد أن تفرض على أحد ما يضرهم. نحن الآن متضررون، هناك أموال وأرصدة مجمدة، هناك معارضة ومشاكسات لبيع النفط في البحار كما تسمعون، يوم قرصنة يوم صادر السفن، وكذلك مسدود الآن حقيقة آلية التبادل المصرف الدولي ما يسمى بسويفت. فإيران تريد هذه الحقوق. يعني عندما وقعنا على هذا الاتفاق نحن طبقنا يا سيدتي كل بنود الاتفاق عملنا على الأرض عمليا، وشهدت بذلك وكالة الطاقة الذرية. لماذا خرجت أمريكا بصورة أحادية؟ لماذا تماهى معهم الشركاء الأوروبيون بالرغم من أنهم وعدونا بأنهم هم الذين سيعوضون خسائر الناجمة عن خروج الأمريكي وفرض عقوباته، ولكن هم كذلك طعنونا من الخلف. إذن في كل أحوال هذه ستكون هي جولات حاسمة، ربما تطول إلى جولة أو جولتين، ولكن في النهاية هي جولات حاسمة ولا يمكن أن ترجع إيران بخوفي حنين. طيب سيد أفقهي، هل تعتقدون أن التهديدات التي جاء بها الكيان الصهيوني ستجسد على أرض الواقع أم أنها مجرد ضغط على طهران للوصول إلى اتفاق الفرصة الأخيرة كما يقول الغرب؟ عفوا قطع الصوت شوي. تفضل. إذن هل تعتقدون أن التهديدات هذه التهديدات ستجسد فعلا على أرض الواقع أم أنها مجرد ضغط على طهران للوصول إلى اتفاق الفرصة الأخيرة كما يقول الغرب؟ يا سيدتي، كل ما يستطيع أن يقوم به العدو الصهيوني هو عمليات إرهابية أمنية، لا يستطيع أن يدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران ما لم يأخذ الضوء الأخضر من الأمريكي، والأمريكي الآن ليس في وارد الدخول في حرب مع إيران لا من قريب ولا من بعيد، لأن وضع بايدن في الداخل الأمريكي وضع مهزوز. يعني الآن شعبية بايدن إذا وصلت إلى أدنى مستوياتها، فما بالك أن هذه دولة مطلوبة مدانة 28 تريليون دولار تريد أن تدخل في حرب مع إيران؟ هم يعرفون أن الدخول في حرب مع إيران ليس نزهة. إذا الصهيوني كل ما يمكن أن يقوم به هو إما عمليات سيبرانية أو عمليات أمنية اغتيالات، وهذا تعرف هناك إيران كيف ترد عليه. طيب هذا كل سيد ما في الموضوع. طيب سيد أفقهي، رأينا أنه إيران توعدت بمحو الكيان الصهيوني وبتسويته من الأرض حال هجومه على منشآتها النووية، هل ترون أن إيران باستطاعتها أن تنفذ هذا الوعيد؟ يعني نحن عندما اغتيل الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني بطائرات مسيرة أمريكية،
وأعلن ترامب مسؤوليته عن هذه العملية الإرهابية. نحن دكتكنا يعني قاعدة عين الأسد وراح فيها قتلى وراح فيها جرحى كثر، مع أنه نحن نعتقد الآن أنه هذه في الحقيقة باكورة انتقام دم الشهيد قاسم سليماني وليس كل حقيقة الثمن الباهظ لاستشهاد هذا الجهل الكبير. إذن العدو الصهيوني هو يعرف قدرات إيران، هو لا يستطيع أن يصمد أكثر من 12 يوما سيدتي في معركة بين الفصائل الجهادية الفلسطينية في غزة المحاصرة أكثر من 12 يوم في عملية سيف القدس. فماذا لك إذا أتته الصواريخ من اليمن ومن الجنوب اللبناني ومن الجولان ومن العراق ومن إيران؟ لا يستطيع أن يصمد هو يعرف. ولهذا الآن حقيقة نحن نعتبر أنه كل هذا الصراخ نضعه في خانة الحرب النفسية كي عسى ولعل أن يؤثر على أجواء المفاوضات وربما تتراجع بعض الدول الغربية من الوصول إلى نتائج إيجابية مع إيران، وهذا أستبعده إلا اللهم أمريكا هي تريد أن تقلب الطاولة على الجميع ولا تصل إلى ما يمكن أن يحقق مطالب إيران ويرجع لها مصالحها وأموالها وأسدتها. طيب سيد أفقهي دبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.